السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الآن يا شباب في كليمسون، أو الآن طلعت من كليمسون. كليمسون هي مدينة جامعية عندنا مشهورة في ساوث كولوراينا، من الجامعات المتقدمة في البلد، أولادي بدرسوا فيها لله الحمد والفضل والمنة. هم بسكنوا الآن بعد كليمسون بشوية، منطقة اسمها سنترال، من تقريبا 5 إلى 10 دقائق عن كليمسون. فالآن ابني أو بنتي خربان السيارة تبعتها، حكت لي تعال خذني وصلني على الجامعة، حكت لي الآن باجي لك. هي بيتها بعيد عني تقريبا أبو 40 دقيقة. فأنا الآن جيت أنا وأخونا جاش، جاش شاب صراحة طيب كثير وحبوب بيشتغل معي، فحبيت أفرجيكم طريقة السكن تبعتهم. اطلع كيف هو بيسكنوا، هن إما طلبة إما بعض العائلات. هاي هنا، هاي عندهم حتى حاطين لهم يعني سويمينج بول، طلع مسبح صغير في المنطقة. وهاي البيوت تبعتهم صغيرة، هاي هذا بفرجيكم وين اولادي. هنا في كذا يعني اجانب، وطبعا عرب ما في الا اولادي. هذا راح تعرفوا بيت اولادي على طول يا شباب، احكي لكم ليش كيف راح تعرفوه. هاي اولادي، هاي البيت حاطين عليه اعلام، هاي اذا بتنتبهوا عليه حاطين عليه العلم الفلسطيني والعلم الامريكي. This is you can tell Josh they will reveal yes. هاي شوف هاي حاطين حتى معلقين عليه العلم، شايفينه كيف هم بيسكنوا هنا اولادي. هم طبعا حاطين المانجر مره حكى لهم يشيلوا العلم من هنا، حكوا له فابني احتج وحكى انا بتهمك انك بالعنصريه اذا طلبت مني شغله هاي، بعدين خافت وبطلت تطلب. فالعلم هي معلق تقريبا سنه، حاطين العلم الامريكي والعلم الفلسطيني من جنبه. وطبعا له فائده وله فوائد وله مضار. طبعا فوائده انه الناس كثير كلهم بالمنطقه بيجوا بيسالوا اولادي ايش العلم هذا، وبيجوا بيشرحوا لهم. هنا سبحان الله، هنا اخونا اوس ساكن، اخونا اوس يمني، عفوا عراقي، ابو ايمن من الشباب الطيب والله. احسب ذلك والله حسيبه. وطبعا المضار انه لو صارت اي مشكله دائما بيتهموا، ممكن يتهموا اولادي عشان هم عنصريين او كذا، او لو صار في اي شيء بيتهموا انهم يعني بيحبوش البلد او كذا. المهم شكرا جزيلا يا شباب، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.